ننتقل إلى أولى موضوعات حلقة اليوم مع الفقرة الصحية، حيث تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي واللي صادف 7 أبريل من كل عام. وقد دعت منظمة الصحة العالمية هذا العام للمشاركة في حملة يوم الصحة العالمي من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة. نشوف هالتقرير وراجعين بتفاصيل أكثر مع ضيفتنا الدكتورة أمل داود. في عام 1948 دعت جمعية الصحة العالمية الأولى إلى تكريس يوم عالمي للصحة لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذ عام 1950 جرى الاحتفال السنوي بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل، ويتم كل عام اختيار موضوع ليوم الصحة العالمي للتركيز على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولوية في سلم منظمة الصحة العالمية. وذلك اليوم هو أيضا مناسبة لاستهلال برنامج دعوي طويل الأجل يتم في إطار الاطلاع بشتى الأنشطة وتخصيص موارد لفترة لا تقتصر على يوم 7 أبريل بل تتجاوزه. ومن بعد هذا التقرير مشاهدينا تسعدنا استضافة الدكتورة أمل داود طبيبة عائلة ورئيس قسم الإنتاج والدراسات والبحوث بإدارة تعزيز الصحة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور عليكم ومشكورين على الاستضافة. حاضرين. يا هلا ومرحبا فيك. يعني دكتورة في البداية ومثل ما نعرف أن منظمة الصحة العالمية دعت جميع البلدان للمشاركة، لكن لو بنتكلم عن ما المقصود بالتغطية الصحية الشاملة؟ التغطية الصحية الشاملة هي مبدأ من مبادئ منظمة الصحة العالمية WHO، ومعناها يعني بشكل مبسط أن جميع الناس في كل مكان في العالم لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية ذات الجودة العالية بدون وجود أي صعوبات مادية أو أي معوقات مادية. نعم، يعني منظمة الصحة العالمية في عام 1948 طرحت دستور وهو يعني الاحتفال بيوم الصحة العالمي، تم تطبيقه في عام 1950، وكل عام من هذه الأعوام كان في شعار معين. هذه السنة في عام 2018 شنو الشعار؟ صحيح، في هذه السنة الشعار هو الصحة للجميع، Health for All. حلو، يعني يمكن الشعار هذا أكيد دكتورة له أهداف ولا رسائل حابين توصلونها من خلال هذا الشعار، فشنو الهدف الرئيسي؟ اولا احنا يعني طبعا في مملكه البحرين نحمد الله ونشكره على وجود الرعايه الصحيه ذات الجوده العاليه بالتغطيه الشامله المتوفره لجميع المواطنين بالمجان، وهذا يعني اصبحنا في مملكه البحرين مثال يحتذى به في يعني جميع دول العالم. صحيح. ذلك بشهاده يعني جميع الوفود الرسميه التي تاتي وتشاهد الرعايه ومستوى الرعايه الصحيه في البحرين، وكذلك حصول وزاره الصحه على الاعتماد الكندي. ثاني شيء احنا حابين ان نعرف الجمهور اكثر بهذا المستوى العالي من الرعاية الصحية. نعم. ونوعيهم اكثر باهمية تعزيز الصحة، باهمية الوصول لمستوى الصحة المطلوب. وطبعا كل هذه الامور بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود قيادتنا الرشيدة ودعمهم الدائم والمستمر واللامتناهي. نعم. للارتقاء بالصحة طبعا في مملكة. نعم. البحرين. يعني دكتورة أمل، جاء في موقع منظمة الصحة العالمية بأن زيادة توفير الخدمات بالنسبة إلى الأفراد يزيد من إنتاجيتهم، ففي يعني تفاعل ما بين هالمعيارين، كلمنا عن هذا الموضوع أكثر. طبعا هذا كلامك 100% صحيح، فالعقل السليم في الجسم السليم. نعم. والإنسان الصاحي والخالي من الأمراض بيستطيع أنه هو ينتج ويعطي ويتفوق في عمله. نعم. وبذلك يعني وبهذا الشيء راح ينعكس طبعا على الاقتصاد، على النماء الاقتصادي، على صحة المجتمع بشكل عام، بينما الأشخاص الذين هم يعني ليسوا أصحاء أو يعانون من الأمراض. نعم.
فسينعكس ذلك على إنتاجيتهم في العمل. صحيح. سواء كان على يعني عدد أيام الغياب، نعم، أو جودة أو نوعية العمل، نعم، المقدم. صحيح. نعم. صحيح. يعني دكتورة، مثل ما نعرف أن قامت أكيد مملكة البحرين بمشاركة جميع دول العالم في أنها تحتفل بيوم العالمي للصحة، يعني من خلال الأنشطة والفعاليات اللي تقيمها مملكة البحرين على مدار الشهر كامل. طلب نتعرف معك أكثر على الأنشطة والفعاليات اللي تقدمها أكيد في هذا الجانب. طبعاً هي الجهود موجودة طوال العام، نعم، من الخدمات الصحية، الرعاية الأولية والثانوية والوقائية موجودة طوال العام، ولكن في هذا الشهر بالذات تتضافر الجهود أكثر، يعني لإقامة البرامج، لإقامة الفعاليات، نعم، المعززة للصحة وللارتقاء بصحة المواطنين بشكل أكبر. فإحنا عندنا طبعاً خلال هذا الشهر فعاليات وحملات ومعارض صحية، نعم، تقام في جميع المراكز الصحية المتواجدة في مختلف محافظات المملكة، يعني وتستقطب جميع الفئات العمرية. جميل. من زوار المراكز الصحية. وأيضا هناك طبعا الفعالية الأساسية للاحتفال بهذا اليوم اللي راح إن شاء الله تكون في تاريخ 12 أبريل الأسبوع القادم، وستقام في مجمع العالي. وهذه الفعالية طبعا هي يوم واحد، ولكن تم الترتيب والتنسيق لها يعني عدة شهور قبل يوم الفعالية، وتم يعني تشكيل لجنة بأعضاء من جميع أقسام وإدارات وزارة الصحة، وهذه اللجنة تترأسها سعادة الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للبوبليك هيلث أو الصحة العامة، للصحة العامة، وطبعا بتوجيهات من سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فايقة بنت سعيد الصالح. نعم. والاحتفال إن شاء الله، وأنا يعني يعني أستغل الفرصة بوجودي، نعم، معاكم، أدعيكم وأدعي الجمهور ككل للحضور لهذه الاحتفالية التي ستكون إن شاء الله برعاية كريمة من معالي الشيخ الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، وبدعم طبعا من وزيرة الصحة. نعم. نعم. يعني دكتورة أمل، من خلال الفعاليات والمعارض اللي تقومونها في المراكز الصحية وأيضا الاحتفال باليوم العالمي للصحة اللي راح يقام إن شاء الله يوم الخميس، شنو الهدف، شنو الرسالة اللي حابين تقدمونها للشعب البحريني وللمواطن البحريني؟ طبعا الأهداف كثيرة والرسائل كثيرة، لكن أول شيء أريد أن أوجه لهم يعني مسج أو رسالة بسيطة، أننا نحمد الله أننا على هذه الأرض الطيبة يعني نحصل على جميع الرعاية الصحية التي نحتاجها، ذات جودة عالية وذات يعني إمكانيات عالية وكلها بالمجان. ونحمد الله أيضا أن في البحرين لا توجد لدينا أوبئة ولا أمراض، الحمد لله رب العالمين، لا توجد لدينا أوبئة ولا أمراض يعني أمراض معدية. صحيح. بشكل منتشر، وذلك كله طبعا بفضل من الله سبحانه وتعالى وبفضل البرامج واللجان الصحية. نعم. التي يعني التي تقوم بها الإدارات وزارة الصحة، وكلها من شأنها رفع مستوى الصحة لدى الناس. يعني دكتورة، مثل ما نعرف أن تسعى مملكة البحرين دائما لتحسين مستوى الصحة والوقاية من الأمراض بمختلف الأمراض أكيد في مملكة البحرين، لكن قبل نتكلم شنو خطط إدارتكم في الوقاية وأيضا لتوعية الناس في هذا الجانب؟ في إدارة تعديل الصحة عندنا برامج كثيرة وعديدة، وعندنا مبادرات وتستهدف جميع فئات المجتمع، وإن شاء الله راح يكون هناك المزيد من هذه البرامج والمزيد من هذه الفعاليات التوعوية التي هدفها الأساسي تعزيز صحة المواطنين والارتقاء بالمستوى الصحي لديهم. طبعا هناك أفكار جديدة إن شاء الله، ويعني أفكار جديدة من عهنا لم تطرح من قبل، وإن شاء الله تنال يعني النجاح المطلوب إن شاء الله. وبتكون إن شاء الله بشكل أكبر وأوسع، توصل حق الجمهور وحق المواطنين. نعم. والناس بشكل أكبر وأوسع. نعم. نعم. يعني دكتورة أمل، صحة مشاهدين برنامج تلفزيون مملكة البحرين، برنامج شمس البحرين، وأيضا كل أفراد المجتمع تهمنا صحتهم. أكيد. فنبي منك إرشادات ممكن تقدمينها للأفراد اللي يسمعوننا ويشاهدوننا الآن.
يعني بشكل عام اتباع نمط حياة صحي، نمط حياة صحي، ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقة في الأسبوع. نعم. يقدرون يقسمونها 30 دقيقة أو 20 دقيقة يوميا، تناول الغذاء الصحي، 5 حصص من الفواكه والخضار يوميا، شرب كميات كافية من الماء، وكثير يعني من النصائح اللي ممكن نمط حياة صحي ممكن نقول بشكل عام. نعم دكتورة أمل داود، كل الشكر لك على حضورك وعلى المعلومات القيمة، وإن شاء الله مشاهدينا يأخذون بهذه المعلومات بإذن الله. شكراً على الاستضافة مرة ثانية. شكراً لك دكتورة.